المؤمنون كما كتلاحظوا في لحظة تعبدية جاءوا الله تعالى مفتخرين لأداء واحد الشعائر الإسلامية. شعارات الشعائر الإسلامية فاش كيحبس المطر، فاش كيقل الغيث، هاد اللحظة التي نعيش فيها. ولهذا المؤمنون كما كتلاحظوا جاءوا مذنبين مستغفرين. مولانا أمير المؤمنين أمر بإقامتها في ربوع المملكة، والمؤمنون عندهم اليقين أن الله تعالى سينزل الغيث. أن الله تعالى تقول في القرآن الكريم هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وحبس المطر من الله ليس انتقاما من عبادي، وإنما أراد الله تعالى يسوق عباده إليه حتى يستغفروا، حتى يلجأوا إليه، حتى يدعوه. فإذا دعوه الله تعالى تقول لنا إني الله تعالى قريب، إذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالمؤمنون قلوبهم موقنة، كلهم يجمعون بين الافتقار والاستغفار واليقين أن الله تعالى سيغيثهم الغيث النافع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.